شكرا شكرا السيد نائب المحترم. هذا السؤال هذا واسع بزاف، لانه تنتكلموا على الحركيه ديال المواطنين بصفه عامه. حسب المعطيات اللي متوفره لهذه الوزاره، قطاع النقل الطرقي بحال دابا المسافرين عبر الحافلات تيامن 35% من التنقلات ما بين المدن، ومقابل 44% للمركبات الخاصه و15% لسيارات الاجره من الدرجه الاولى، وكذا 6% للنقل السكاكي. هذه المعطيات توضح اهميه النقل العمومي للمسافرين، الامر اللي تيتطلب عمل جماعي باش نطوروه ونصلحوا منظومه النقل عبر التطوير وتنويع العرض وتجويده والسهر على الرفع من سلامته. بالنسبه للنقل السكاكي، المكتب الوطني للسكك الحديديه تيتوفر على مخطط استراتيجي على المدى المتوسط والبعيد باش يوسع خطوط السكك الحديديه ويربط 46 مدينه عوض 23 اللي مرتبطه اليوم، بالاضافه الى برامج لتحديث وتاهيل الشبكه الحاليه والمعدات المتنقله، كما تعمل على الرفع المستمر لجوده الخدمات. في مجال النقل الجوي الداخلي، تتعمل الوزاره الى جانب عدد من القطاعات الوزاريه وايضا المجالس الجهويه من خلال ابرام اتفاقيه شراكه باش تطور عروض النقل الجوي بين مجموعه من المدن، ولقات هذه المبادره استجابه كبيره من طرف المواطنين، بحيث انه ضعف النقل الداخلي عبر طائرات خلال 10 سنوات الاخيره. اما فيما يتعلق بالنقل الطرقي للمسافرين، هذه الوزاره تتعمل حاليا بشراكه مع وزاره الداخليه والمهنيين باش يوضعوا تصور جديد باش نصلحوا منظومات نقل المسافرين عبر الحافلات، وناخذوا بعين الاعتبار الاختصاصات المخوله للجهات في مجال النقل. بين الاولويات التي يتم تدارسها حاليا ايضا اصلاح النقل بالعالم القروي وتاهيل الفاعلين في القطاع، تاهيل المحطات الطرقيه، سلامه طرقيه خاصه بالحافلات، وكذا جوده الخدمات. اما فيما يتعلق بالنقل الدولي للمسافرين، فان الوزاره تعمل الى جانب المؤسسات العموميه وشركه النقل الدولي البحري والجوي والطرقي على ملائمه وتنويع عروض النقل الدولي، خاصه خلال فترات الدروة مثل العطله الصيفيه اللي تتزامن مع عمليه مرحبه. وبالفعل تم تسجيل انتعاش ملحوظ في حركه النقل الدولي خلال هذه السنه مقارنه مع 2019، بلغ معدل استرجاع في النقل الجوي الدولي خلال 9 أشهر الاولى من هذه السنه 75%، اما بالنسبه للنقل البحري بلغ هذا المعدل 82% خلال العطله الصيفيه.